أهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة المحور وبالحضور الكرام معنا في المسرح. اتفقنا قبل كده أنه بلغة الاقتصاد ولادنا هم رأس المال الحقيقي، وبلغة العصر اتفقنا كمان أنه استمرار التعلم هو حاجة ضرورية جدا ولا غنى عنها في عالم متغير متطور متحرك باستمرار. طب بلغة المسؤولية المجتمعية، في دور كبير جدا عليا وعلى حضراتكم في البيت وعلى الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وكل القائمين على المنظومة التعليمية، لأن خلينا نتفق يعني الأولاد صحيح هم زينة البيت وبهجة الحياة وأحلى حاجة في الدنيا كلها، بس هم مش بس كده، كل ولد أو بنت هيكبروا يخرجوا للمجتمع يبقوا مواطنين في مجتمع أكبر بيأثروا فيه وبيتأثروا بيه وبيتفاعلوا معاه. طب سألنا نفسنا، يا ترى احنا علمناهم إيه؟ يا ترى احنا غرزنا فيهم ايه وزرعنا فيهم انهي قيم؟ يا ترى هيتعاملوا مع الناس ازاي؟ هل احنا علمناهم ازاي يعبروا عن رأيهم بطريقة صحيحة؟ هل احنا مثلا علمناهم قيم زي تقبل الآخر وتقبل الاختلاف واحترام الغير وازاي يتعاملوا مع كل المختلفين عنهم؟ طب سيبكم من دي، هل احنا زودناهم بالمهارات والخبرات اللازمة اللي يقدروا بيها يخرجوا للمجتمع يبقوا مش بس شغالين أو موظفين في جهة ما، لا يبقوا منتجين؟ في فرق إن هم يبقوا موجودين ومنتجين. إحنا بنتكلم عن أشخاص منتجين في المجتمع، قيمة مضافة في المجتمع في المجال اللي هم هيختاروه هيحبوا. كل دي حاجات بتصب في المسؤولية المجتمعية. ليه ما نجربش نبص لأولادنا بطريقة مختلفة شوية؟ ليه ما نقولش إن أي ولد أو بنت في البيت ممكن يبقى زويل القادم أو نجيب محفوظ اللي جاي، ونساعدهم ونأهلهم بالوعي وبالمعرفة وبكل المعلومات اللي تساعدهم يوصلوا لده؟ أولادنا مش بس حاجة حلوة في البيت، أو مش بس طفل أو طفلة أو ولد أو بنت صغيرين، أولادنا ممكن يبقوا حاجة كبيرة قوي في المستقبل لو إحنا دعمناهم وإحنا علينا دور في ده، إحنا كأسر وكبيوت وكدولة وكمنظومة تعليمية. الحقيقة الحلقة دي مختلفة جداً. المسابقة دي طبعاً بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. المرحلة دي من المسابقة هي مرحلة تختلف عن كل اللي فات. إحنا شفنا حوالي 26 ماتش من 27 محافظة. الفرق قدمت أداء يعني مختلف وأداء كان كله حماس، وبعض الفرق كانت متفوقة جدا لدرجة أن الماتشات كانت صعبة جدا. لكن دلوقتي بعد انتهاء المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، إحنا في مرحلة نص النهائي. أربع فرق هيتنافسوا مع بعض، في كل ماتش فرقتين بيلعبوا قصاد بعض، هيطلع منهم واحد فايز، والفايز في الماتش ده والفايز في الماتش ده هيلعبوا مع بعض على النهائي. الفرقتين اللي هيلعبوا النهاردة قصاد بعض هما فرقة مدرسة الفتح من الفيوم في مقابل فرقة مدرسة الروضة من مطروح، والاتنين كان أدائهم على مدار مراحل المسابقة اللي فاتت كان قوي جدا، فالنهاردة أنا متوقعة أن احنا نشوف ماتش قوي جدا جدا جدا. هنرحب بفريق مدرسة الفتح من الفيوم. ونرحب بمدرسة الروضة الخاصة بمحافظة مطروح. أنا متخيلة أن عندهم أكيد 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 حالة توتر وترقب، وده شيء طبيعي لأن دي المرحلة نص النهائي. الفرقة النهاردة اللي هتكسب الماتش ده هي اللي هتتأهل لآخر مرحلة من مراحل المسابقة وهو الدور النهائي. مدرسة الروضة، الحقيقة نحن دايما بنقول كل ماتش له خطة وله استراتيجية. النهارده كده قول لنا ايه استراتيجيتك وايه خطتك وازاي هترتب اوراقك وترتب الوسائل اللي معاك وادواتك وعناصر القوه في الفريق، عشان احنا خلاص وصلنا للمرحله يعني قبل النهائيه. طبعا المره دي ركزنا ان كل واحد فينا يركز على ماده علميه معينه او سؤال معين عشان تتوزع بينا المعلومات ونعرف نجاوب على اسئله اكتر. طبعا احنا فخورين باللي احنا وصلنا له، لكن نطمح لاكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله. فريق الفيوم
مهند، أصعب فرقة قابلتوها كانت إيه؟ كانت فريق القاهرة. فريق القاهرة كانوا شاطرين القاهرة مش كده؟ أكيد. طب النهاردة بقى متوقع إزاي إن أنت تجتاز المرحلة الصعبة دي بعد ما عديت المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى والتانية؟ هتركز على إيه؟ هركز دايماً يكون عندنا همة وأمل في النجاح. طب يا محمد، مين أكتر شخص يعني لفت انتباهك في المسابقة كلها؟ شخص؟ شخص واحد شدك كده؟ ليدر الفيوم. ليدر الفيوم مهند. بصراحة احنا قدام شخصيتين فريدين جداً ونموذجين مختلفين جداً. محمد قائد مدرسة الروضة، عنده سمات شخصية واضحة، ثقة بالنفس، يعني تركيز. وعندنا مهند هنا كمان عنده سمات مختلفة لكن مميزة برضو جدا، وعنده تركيز وعنده قيادة للفريق كانت واضحة على مدار المراحل اللي فاتت. فاحنا قدام شخصين غير بقى الفرقة، كلكم متميزين لكن الشخصين دول كمان سماتهم واضحة وبارزة. فاحنا النهاردة هنكون قدام مسابقة ما بين الفرقتين ومسابقة ما بين كابتن كل فريق. احنا قدام تقريبا نهائي مبكر، كل فرقة فيكم لازم تضمن لنفسها مكان في الماتش النهائي. مستعدين؟ إن شاء الله. نبدأ بسؤال السرعة. خلاص انتوا حفظتوا قوانين المسابقة وعرفتوا كل القواعد. سؤال السرعة هنقوله بعدين هقول لكم دوسوا على الباز. السؤال بيقول ما هي عاصمة البحرين؟ ندوس على الباز. المنام. مهند قال المنامة وبالفعل إجابة صحيحة. نبدأ دلوقتي بأول سؤال في المسابقة العلمية. السؤال هيروح لمدرسة الفتح بالفيوم، والسؤال بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إعراب كلمة سنين، هل هي تمييز؟ هل هي مضاف إليه؟ هل هي بدل؟ أم ظرف زمان؟ معاكم 30 ثانية وبدأت من دلوقتي. الوقت بيمر وده أول سؤال. الإجابة ألف تمييز. العلمية إجابتكم هي تمييز. تمييز ما كملتش وقتك ليه يا مهند؟ متأكدين من الإجابة؟ متأكدين من الإجابة. الإجابة جماعية؟ طبعا. ولا كان في شك فيها؟ لا اتفقنا عليها. ما كانش في أي آراء تانية؟ لا. للأسف إجابة خاطئة. نروح للفريق الآخر. في إجابة؟ مفيش إجابة. مفيش إجابة. كنتوا شاكين في حاجة؟ كنا شاكين في تمييز برضو بس طلعت إجابة خاطئة فقررتوا ما تاخدوش السؤال. أيوة. أول سؤال ولا فرقة من الفرقتين عرفوا الإجابة عليه. السؤال الثاني لمدرسة الروضة بيقول يسعى الطالب إلى أعلى منزلة، إعراب كلمة منزلة، هل هي تمييز؟ هل هي مضاف إليه؟ هل هي مفعول به؟ هل هي مبتدأ؟ والوقت بدأ. إيه؟ مضاف إليه صح؟ مضاف إليه صح؟ مش شايفة إيه؟ أيوة إلى أعلى منزلة. أيوة المفروض. الوقت بيمر والوقت قرب ينتهي. 5 ثواني. مدرسة الروضة كمان 5 درجات والوقت خلص. عايزة إجابتك يا محمد. لا مضاف إليه. مضاف إليه. إعراب كلمة منزلة مضاف إليه. بس أنتوا خدتوا وقت شوية في التفكير. السؤال صعب ولا كان في اختلاف بينكوا ولا كنتوا شاكين في اختيار تاني؟ كان في اختلاف بس بسيط، بس الأغلبية اختارت مضاف إليه. طب كنتوا شاكين في إيه تاني؟
خلينا نعرف الإجابة صح ولا غلط الأول. أنت خايف تغشش يعني الفريق التاني لو بالزبط. إجابتك غلط؟ بالظبط. طب مين اللي اختار الإجابة دي فيكم؟ اللي اختار الإجابة دي أنا وزياد وعلاء. رنا ما كانتش متأكدة وسما كانت مختارة اختيار تاني. ثلاثة منكم كانوا شايفين إنها مضاف إليه. أيوة. والإجابة صحيحة. خمس درجات لمدرسة الروضة. نروح للفاصل ونرجع نكمل الماتش الصعب ده. وهنروح للسؤال الثاني في الدراسات لمدرسة الفتح. مهند، مش عايزك تشغل بالك باللي فات، خلينا نركز في اللي جاي عشان نعرف نجاوب. السؤال بيقول: أحد أسباب عدوان يونيو 1967 هي. عندكم أربع اختيارات. أول حاجة غارات إسرائيل على المطارات المصرية. تاني اختيار التزام مصر باتفاقياتها الدولية. ثالث اختيار نقص تدريب الجيش المصري. رابع اختيار مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل. 30 ثانية والوقت بدأ. والوقت بيمر. واضح انه في عملية تشاور بتحصل جوه فريق مدرسة الفتح وفي اكتر من اجابة. اجابتنا ب التزام مصر باتفاقياتها الدولية. الاجابة ب التزام مصر باتفاقياتها الدولية. مهند، انا حاسة ان انت مش راضي 100% عن الاجابة دي. لا متأكد. بس كان في صوت او تشاور بيقول رأي تاني. لا. شاركنا احنا بنفكر سوا. اجمعنا عليه. اجمعتوا عليها. خلي بالك السؤال ده بخمس درجات والروضة معاهم خمس درجات. يا ناخد خمس درجات معانا نبقى متعادلين، يا نخش على العلوم واحنا متأخرين عنهم. احد اسباب عدوان يونيو 1967، العدوان الثلاثي كان من ضمن الأحداث اللي يعني كان ليها تأثير كبير جدا، مش بس هنقول على مصر، لا كمان على يعني توازن وخارطة الثقل الدولي. ما بعد الحرب اتغيرت خارطة المشهد الدولي بشكل كبير، اتغيرت الأوزان النسبية لكل دولة من القوى الكبرى على المسرح الدولي، وكان في كمان ظاهرة ممكن نسميها بأفول نجم القوة الاستعمارية ما بعد عدوان 67 نتيجة لخلط الأوراق اللي اتكلمنا عنه ده. أحد أسباب العدوان ده يا مهند هي التزام مصر باتفاقياتها الدولية. إجابة صحيحة. خمس درجات لفريق مدرسة الفتح وخمس درجات للروضة. ونروح للسؤال الثاني في التاريخ للروضة، والسؤال بيقول: جاء قرار وزراء النفط العرب في اجتماعهم بالكويت عام 1973 على حظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية رداً على ألف عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242، ب نجاح الضربة الجوية للطيران المصري، ج إقامة جسر جوي لدعم إسرائيل عسكرياً، دال الغضب الأمريكي من الدعم العربي لمصر. 30 ثانية والوقت بدأ. الوقت بيمر. ثالثة انت شايفة ايه؟ الوقت قرب ينتهي والوقت خلص بالفعل. الواضح ان السؤال ده صعب بالنسبة لفريق مدرسة الروضة. محمد اديني اجابتك. الغضب الامريكي. الاجابة رقم دال.
يمكن دي من المرات القليلة قوي اللي شفتك فيها وانت مش واثق من الإجابة، دايما بتديني الإجابة بصوت واضح بلغة جسد بتعبر عن الثقة. ليه المرة دي الأمر مختلف؟ ما كناش متفقين على أي إجابة الصراحة. الآراء كانت بتقول إيه؟ كان زياد ورنا بيقولوا الغضب الأمريكي، كان علاء ليه رأي تاني، وأنا وسمك كنا لسه بنفكر. طيب الغضب الأمريكي إجابة خاطئة. نروح للفريق الآخر. مهند عندك إجابة ولا لا؟ إجابة رقم جيم إقامة جيش جوي دعم إسرائيل. عايزة أقولك على حاجة، إحنا السؤال لما بيكون مش سؤالك أصلاً يا بتاخد بيه درجتين يا بنخصم منك درجتين، وإنت حضرت معنا في المرحلة الثالثة وفي المرحلة الثانية والأولى، قولي إن إنت متأكد من القرار ده. متأكدين، لأن إحنا في نص النهائي. متأكدين إن شاء الله. كل التركيز اللي بدأنا بيه المرحلة الأولى والثانية والثالثة مش عايزين نيجي دلوقتي ونتعب. الفرقتين واصلين لمرحلة قبل النهائي، إن كان عليهم دور فإنه يزودوا التركيز ويزودوا الجهد مش يتعبوا. فريق مدرسة الفتح معاه 5 درجات، يكون معاهم 7 بالإجابة دي، يكون معاهم 3. هم قالوا إقامة جسر جوي لدعم إسرائيل عسكرياً، بس أنا عايزة أرجعكم شوية لفكرة قرار وزراء النفط العرب بحظر الواردات أو الصادرات النفطية لأمريكا في وقت 73. القرار دوت يعني أحدث ما يشبه صدمة النفط، وكانت بالفعل بتسمى بصدمة النفط الأولى، وأدت لتضخم وركود وارتفاع الأسعار بشكل كبير، بس هي كانت واحدة من المواقف في التاريخ اللي أثبت فيها الأشقاء العرب الوقوف إلى جوار مصر، ويعني كانت حالة من حالات التكاتف العربي أو واحدة من أهم نماذج التكاتف العربي اللي احنا تابعناها على مدار التاريخ. نرجع للسؤال، محمد إيه رأيك في الإجابة دي؟ إجابتهم؟ أعتقد إن دي الإجابة الصح. كنتوا شاكين فيها؟ أيوة، دي كانت إجابة علاء. هي بالفعل إجابة صحيحة، 2. احنا بادئين الماتش الحقيقة بداية قوية. السؤال الثاني كان مطروح لي، مدرسة الروضة راح للفتح أخدوا بيه 2. الماتش واضح ان احنا قدام يعني أداء هيكون صعب وحماسي من الفريقين، وهنفضل حاطين إيدنا على قلبنا لأنه ده الماتش ما قبل النهائي، والحقيقة انه كل درجة فيه مهمة وكل سؤال فيه مهم. ونروح لسؤال العلوم مع مدرسة الفتح. السؤال بيقول: يمثل سجل النسب الوراثي توارث صفة ما في أحد العائلات، يمكن من خلاله تتبع انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر، حيث تمثل الأنثى بالدائرة ويمثل الذكر بالمربع، والخط الأفقي يمثل التزاوج، والخط الرأسي يمثل الجيل أو النسل الناتج. سجل النسب الوراثي التالي يمثل توارث صفة لون العين البني والأزرق في أحد العائلات، حيث يرمز لجين اللون البني حرف بي ولجين اللون الأزرق بي سمول، الأولى كابيتال والتانية سمول. أي من أفراد الجيل الثاني له نفس تركيب الأنثى في الجيل الأول؟ عندكم 4 نماذج للاختيارات: ألف وب وجيم ودال. معكم 30 ثانية وبدأت من دلوقتي. سبع درجات لمحافظة الفيوم وخمس درجات للروضة، وإحنا لسه في مرحلة العلوم ولسه في سؤال علوم لمدرسة الروضة في الماتش ما قبل النهائي. كل فرقة دلوقتي بتبذل أفضل ما عندها. مهند الوقت بينتهي. مهند الوقت انتهى، اديني إجابتك. واحد اثنين. إجابتك يا مهند الوقت انتهى. الإجابة الأولى. الإجابة الأولى رقم ألف. ده بالإجماع ولا ده قرارك أنت؟ نعم بالإجماع ولا قرارك أنت؟ لا كنا شاكين فيها. شاكين فيها يعني أنتم مش متأكدين منها. أنا عايز أعرف مين اللي موافق على الإجابة دي ومين لا.
كلنا فين؟ مش انت بتقول لي كنتوا شاكين فيها؟ عادي، ما احنا اقتنعنا بيها. بس انت متردد شوية، واضح ان انت متردد، مش واثق من الاجابة دي 100%. كنت عايز وقت اطول ولا ولا الصعوبة فين؟ ايوة. للأسف ضاعت مننا الخمس درجات. هنروح للفريق الآخر. تفضل. سبع درجات لفريق مدرسة الفتح، كان ممكن يبقوا 12 لكن سؤال العلوم وقع منهم، وفي فرصة للروضة ان هم ياخدوا درجتين يا لأ. محمد، عايز اعرف هتاخد السؤال ده ولا لأ؟ مش لازم تاخده بالمناسبة. هتاخده ولا لأ؟ علاء ما ناخدوش. بلاش علاء، مش هيبقى معانا. اديني قرار. مش هناخده. مش هتاخدوا الإجابة، مش هتاخدوا السؤال، لأن بالفعل لو الإجابة مش صحيحة هنخصم درجتين. سبع درجات لمدرسة الفتح وخمس درجات للروضة. ونروح لسؤال العلوم الثاني. سؤال العلوم لمدرسة الروضة بيقول: أي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين الأميتر والفولتيميتر؟ معاكم أشكال، أنهي فيهم اللي بيعبر عن العلاقة بين الأميتر والفولتيميتر؟ هل هو الشكل ألف؟ هل هو الشكل ب؟ هل هو الشكل جيم؟ هل هو الشكل دال؟ 30 ثانية وبدأت من دلوقتي. المنافسة صعبة، وده آخر سؤال في العلوم. الفتح معهم سبع درجات والروضة معهم خمس درجات. لو قدروا الروضة يجيبوا سؤال العلوم صح يبقى معهم 10 درجات يخشوا بيها المعلومات العامة وهم مرتاحين. مرحلة المعلومات العامة هي المرحلة القادمة في الماتش الحاسم، الماتش ما قبل النهائي. 5 ثواني يا محمد، الوقت بينتهي والوقت خلص. محمد، إجابتك هي؟ أعتقد دي الإجابة دال. اخترتوا الشكل دال بالإجماع ولا في شك فيها؟ بالإجماع، إحنا الخمسة مفيش شك خالص. إن شاء الله المرة دي أنت واثق قوي. إن شاء الله. مع الأسف ثقتك مش في محلها يا محمد، إجابة خاطئة. وهنروح للفريق الآخر. هتاخدوا السؤال ولا لأ؟ سؤال العلوم مربك للفرقتين. الفتح جاوبوا غلط على سؤال العلوم بتاعهم والروضة كمان. مهند، هتاخدوا السؤال ولا لأ؟ يا هتاخد درجتين يا هاخد منك درجتين. انت معاك سبع درجات دلوقتي. مش هنعمل. مهند قرر ما ياخدش السؤال، مش عايز يخاطر بأي درجة من الدرجات اللي معاه. خلاص مش هنجاوب على السؤال، لكن قول لي هل كنتوا شاكين في إجابة؟ أو هل في حاجة أقرب بالنسبة لكم للصحيح؟ شاكين في الإجابة. الإجابة ب. هتطلع وما قلتوهاش ليه؟ للأسف دي كانت الإجابة الصحيحة بالفعل، وكان ممكن يبقى معاكوا درجتين. سؤال العلوم وقع الفريقين، وقع الروضة ووقع الفتح. عايز أعرف بقى مين فيكوا كان بيقول بيه ومين فيكوا قال لأ ما نقولش الإجابة دي؟ عبد الرحمن وأحمد قالوا بيه، بس الباقي ما لحقش يفكر. فأنت قلت أمشي مع الأغلبية، 3-2. بس أحياناً بيبقى في قرار ممكن يبقى محتاج شوية خروج عن المألوف أو تصرف كده وفقاً للإحساس. لو كانوا جاوبوا الإجابة ب كان هيبقى معاهم 9 درجات. هما دلوقتي معاهم 7 درجات والروضة معاهم 5 درجات. وبكده بتنتهي الأسئلة العلمية، وهنروح لأسئلة المعلومات العامة اللي كل سؤال فيهم ب10 درجات، وهيكون فارق جدا في تحديد النهاردة مين هيوصل للدور النهائي في مسابقة الأوائل. نروح للفاصل ونرجع نكمل الماتش الصعب ده.
نص الماتش بالظبط فات ونص الماتش اللي جاي هيكون حاسم. برحب بكم من جديد وبرحب بفريق مدرسة الفتح ومدرسة الروضة اللي متنافسين بشكل قوي جدا، وقبل الفاصل كان رصدهم من النقط 7 درجات لمدرسة الفتح من الفيوم و5 درجات للروضة الخاصة من مطروح، ودلوقتي جه ميعادهم مع المعلومات العامة. لكن هنشوف هل في تغيير في الاستراتيجية اللي هيكملوا بيها بقية الماتش ولا لأ. محمد، احنا في بداية الماتش اتكلمنا عن الاستراتيجية والخطة اللي انت هتمشي بيها في الماتش ما قبل النهائي. دلوقتي وفات تقريبا نص الماتش، هل محتاج تعدل يعني بعض اجزاء الاستراتيجية دي وتخوض بقية المباراة بشكل جديد او بروح جديدة؟ ان شاء الله اعتقد ان احنا ثابتين تمام، ما وفقناش في النص الاول لكن ان شاء الله النص الثاني نكسب، خصوصا ان دي اول مرة انتوا ما تتوفقوش في اسئلة العلوم تحديدا كمان. ايوه عشان كده حاسين دلوقتي ان وقت التركيز بدأ ان شاء الله. مهند، انتوا خسرتوا اول سؤال في العربي وبعدين عوضتوا شوية في الدرجات، حاسس دلوقتي محتاج تغير ايه في الاستراتيجية في بقية الماتش؟ هتركز على ايه دلوقتي؟ بنحاول نركز قدر الامكان على المشروعات. هتركز في المعلومات العامة. انتوا عملتوا تبديل؟ ايوه. بدلتوا مين؟ بدلنا ابراهيم مكان عمر. ابراهيم مكان عمر، اعتقد اول مره يخش ابراهيم معاكم في الفريق مش كده؟ ايوه. ما دخلش ولا في التمهيدي ولا في المرحله الثانيه ولا الثالثه. ايوه. طب اشمعنى بقى ابراهيم المره دي؟ عشان شد حيله واطلع اكتر على معلومات عامه واحنا محتاجينه في الفقره دي. يا ابراهيم التركيز كله عليك، العين كلها عليك. اول مشاركه ليك معانا في الاوائل، وهنشوف بقى مشاركتك النهارده هتفرق ازاي مع فريق مدرسه الفتح، خصوصا ان احنا في الماتش قبل النهائي. هنبدا في اسئله المعلومات العامه، بس بمناسبه التبديل محمد، انتوا كل مره بتدخلوا نور مش كده في المعلومات العامه؟ معتمدين على نور قد ايه؟ معتمدين عليها بشكل كبير طبعا. امالكم النهارده مين الجوكر اللي انت مركز عليه في المعلومات العامه، الشخص اللي انت يعني هيجيب من الاخر معاك في المعلومات العامه؟ ان شاء الله علاء. علاء. علاء يعني علاء ونور. علاء. ان شاء الله علاء. ان شاء الله. رنا بتقول لك حاجه. هم مركزين في المشروعات القوميه اكتر، بس علاء عنده معلومات عامه كبيره الحمد لله كتير. بس كل فرد اكيد في الفريق له مكان مهم وله دور مهم وهيكون له اضافه واسهام. هنشوف دلوقتي بقى اسئله المعلومات العامه للفريق الاول فريق مدرسه الفتح، والسؤال بيقول: اطلق الرئيس السيسي اشاره البدء في مشروع 1.5 مليون فدان في ديسمبر 2015 وشهد جمع اول حصاد محصول قمح من محافظه، عندكم 4 اختيارات: المنيا، الوادي الجديد، الجيزة، ولا مطروح، والوقت بدأ. استخدم وسيلة مساعدة. لا 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 لا. أنا سامعة أن استخدم وسيلة مساعدة وبعدين لا. خدوا قرار. لا لا مش لا لا لا. خدوا قرار. عايزة قرار نهائي ومن مهند. أيوة بدل السؤال. بدل السؤال. هو عارف وسيلة مساعدة. في اختلاف في الفريق. مهند عايز أسمع منك أنت الكلمة الأخيرة. تبديل السؤال. تبديل السؤال. الفرقة معاها وسائل المساعدة، معاهم الاستعانة بالفريق الاحتياطي، معاهم الاستعانة بتبديل السؤال، وهم بالفعل بدلوا لاعب ودخلوا إبراهيم معاهم في تشكيل الفريق. ال الخلاف بينكم إيه يا مهند؟ اشرح لي. كنا لازم يعني نستخدم وسيلة مساعدة بتاع تبديل السؤال، لأن السؤال يعني ما كناش عارفينه. طيب احنا متفقين ان انت عايز تستخدم وسيلة مساعدة، بس واضح ان الاختلاف هو حوالين انهي وسيلة مساعدة مش كده؟ مين كان بيقول الفريق الاحتياطي ومين بيقول تبديل سؤال، وايه اللي حسم الرأي؟ اتنين منا قالوا ان يعني نستخدم الفريق الاحتياطي، والتلات باقيين قالوا نبدل السؤال. مش واثقين في الاحتياطي؟ بصراحة واثقين فيهم، بس في السؤال ده يعني مش قوي. انا بتهيالي احمد عوض مش كده؟ انت مختلف 100% مع الفكره دي. ليه يا احمد؟ عشان ممكن الاحتياطي ممكن ما يعرفهاش يجاوبها صح.
انت حاسس ان الاحتياطي انت برضو قادره بقدرات الفريق المشروع دي مذاكرين المشروع وعارف زمايلك فحاسس ان هم مش عارفين الجزئيه دي تحديدا. هم مذاكرين المشروع كويس ايوه بس ممكن الجزئيه دي انا واثق ان هم مش عارفينها. الجزئيه دي ممكن ما يبقوش عارفينها. هنبدل السؤال احسن. طيب ده شيء مشروع ومن حقكم دي وسيله مساعده متاحه للفرقتين الحقيقه. بس قبل ما نروح للسؤال البديل لازم نقول الاجابه الصح ايه هي. إطلاق الرئيس السيسي لإشارة البدء في مشروع المليون ونصف مليون فدان في ديسمبر 2015 كان بداية لأول حصاد محصول قمح من محافظة مطروح. هل كنتوا شاكين فيها ولا ما كانتش على بالكم؟ لا ما كانتش على بالكم. ما كانتش في الاختيارات اللي قدامكم. طيب كويس أن أنتوا اخترتوا تبديل السؤال. نروح للسؤال البديل والسؤال بيقول كم عدد العظام لدى الإنسان البالغ؟ الاختيارات هي 206 306 106 ولا 406. أربع اختيارات ومعاكوا 30 ثانية للإجابة. 206. أول سؤال في المعلومات العامة بعشر درجات وبالفعل مدرسة الفتح يعني استعانوا بتبديل لاعب ودلوقتي استعانوا بتبديل سؤال لم يتبقى لهم إلا وسيلة مساعدة واحدة يشيلوها بقى للسؤال اللي جاي. لحد دلوقتي 7 درجات لفريق مدرسة الفتح وخمسة هنا. تفضل. إجابتنا 206. 206 العشر درجات دول مهمين يا مهند. انتوا معاكوا 7 درجات في مقابل 5 درجات للروضة ومش بس كمان ان السؤال ده بعشر درجات احنا خدنا فيه وسيلتين مساعدة بدلنا لاعب وبدلنا سؤال. يعني لو ما جبناش العشر درجات بتوع السؤال ده نبقى احنا خسرنا كتير. خسرنا وسيلتين مساعدة وخسرنا العشر درجات. الفكرة كمان ان انت كان معاك 7 درجات وفرقة مع عن الفريق التاني بنقطتين لكن هما لسه معهم سؤال في المعلومات العامة. وعلى فكرة انا شايفة الاحتياطي كانوا بيتناقشوا مع بعض في السؤال وكمان الروضة كانوا بيتناقشوا مع بعض في السؤال. طب الروضة كان عندكم اجابة ولا لا؟ شاكين ما بين اجابتين. ايه هم؟ نشوف الاول اجابتهم صح ولا غلط؟ لا انا عايز اعرف الاجابتين اللي انتوا شاكين فيهم. ماشي 206 و306 غالبا 206. لو طلعت 206 غلط كنا هنقول 306 و306. الرايين دلوقتي اللي احنا بنشوف يعني اغلب الظن واحده فيهم 206 ولا 306. الفريقين بيتنافسوا على مش بس على الدرجات بيتنافسوا في الماتش قبل النهائي بيتنافسوا على اللقب يعني من الآخر بيتنافسوا على مين فيهم هيضمن التأهل للماتش النهائي اللي هيحسم المسابقة. مهند إجابتك صحيحة. ليه مش مبسوط؟ لا عادي مفيش حاجة. حسن أنت مش فرحان دي 10 درجات. لا لا معاك 17 درجة. نروح للسؤال الثاني في المعلومات العامة مع مدرسة الروضة. السؤال بيقول مشروع المليون ونصف مليون فدان يضم 3 مراحل جاءت المرحلة الثانية منها في يناير 2018 بإحدى المناطق تقع غرب محافظة عندكم المنيا عندكم اختيار الوادي الجديد عندكم اختيار جيم الجيزة او الاختيار دال جنوب سيناء. 4 اختيارات والوقت بدأ. تبديل سؤال ولا هنجاوبه؟ اقول لكم ايه نبدل السؤال نبدل السؤال ولا السؤال ده كمان بعشر درجات لمدرسة الروضة. سؤال مهم واساسي. لا مش واثق عليه. الوقت قرب يخلص. نجاوب
نبدل السؤال ولا لا؟ خمس ثواني متبقية وفي اختلاف كبير جوه فريق مدرسة الروضة، الوقت انتهى. محمد قرارك. المنيا. لحد آخر لحظة قبل الإجابة كنت بتفكر تبدل السؤال، مش كده؟ الصراحة في أربعة كانوا عايزين يبدلوا السؤال، بس علاء قال إن شاء الله المنيا، فقررت أثق بعلاء. علاء بس هو اللي كان شايف المنيا، الأربعة الباقيين ومن ضمنهم أنت كنتوا عايزين تبدلوا السؤال. وثقت في علاء إن شاء الله، ورفضت رأيك ورفضت رأي الأربعة أو الثلاثة الباقيين، مش كده؟ أيوة. دي ثقة في علاء ولا تهور؟ والله ثقة في علاء، أنا من قبل ما نبدأ المرحلة دي وأنا بقول إن أنا واثق في علاء ثقة كبيرة يعني. بس أنا يعني هقول لك برضو رأيي الصراحة، أنا من معرفتي بيك في المرحلة الأولى والتانية والتالتة أنا بشوفك دايماً بتتبع رأي الأغلبية، ودايماً بشوفك بتسألهم ها نقول إيه ونجاوب إيه وناخد أنهي قرار، شمعنا المرة دي؟ والله لقيت إجماع منهم أول ما علاء قال الإجابة، قرروا ان خلاص تمام ماشي نمشي مع علاء، ففعليا كان في اجماع برضو في النهايه على ان احنا نمشي ورا علاء. يعني علاء دلوقتي انت اللي هتدي فريقك 10 درجات. ايوه. يا اما هتوقف رصيدهم عند 5 درجات واحنا في مرحله حاسمه وداخلين على السؤال الاخير في المعلومات العامه. مسؤوليه كبيره مش كده؟ اه مسؤوليه كبيره صح؟ ايوه. واثق من الإجابة يا علاء؟ اه ان شاء الله يعني. قريتها ومتأكد منها وعارفها؟ ان شاء الله. ما شكتش طيب لما لقيت ان في أربعة بيقولوا لا مش متأكدين؟ ان شاء الله. علاء مصمم ومحمد قرر يمشي ورا علاء، يا ترى ده القرار الصحيح ولا لا؟ هياخدوا العشر درجات ويخشوا على السؤال التاني في المعلومات العامة مرتاحين شوية، ولا نقدر نقول ان الماتش اتحسم من دلوقتي؟ الهدوء اللي باين على وش محمد انا متأكدة انه الداخل شيء مختلف، صح ولا لا؟ ان شاء الله. اجابة صحيحة، 10 درجات مع مدرسة الروضة، وبكده يبقى رصيد النقط 15 درجة للروضة و17 درجة للفتح، الفرق بينهم نقطتين. السؤال اللي جاي هو سؤال مهم وحاسم، عايزين نركز في السؤال القادم، ننسى اللي فات خلاص الصح والغلط وكل حاجة، نركز على السؤال اللي جاي، آخر سؤال في المسابقة كلها بالنسبة للفتح والروضة. السؤال كان صعب وخد منهم وقت في التفكير، والحقيقة تشاوروا مع بعض، ويمكن فريق مدرسة الروضة أخد العشر درجات بالصعوبة لأن السؤال كان بيتكلم عن مشروع المليون ونص مليون فدان. وهنا لازم نقول حاجة مهمة جدا، مشروع المليون ونص مليون فدان هو أحد المشروعات اللي تأسست في محاولة لمعالجة خلل كبير حصل من بعد 2011 بالتعديات، يعني الرقم الكبير جدا 77 ألف فدان تعديات على الأراضي الزراعية من 2011، وبالتالي كان لابد أن الدولة تضع أرقام كبيرة جدا وميزانية كبيرة جدا لمحاولة استصلاح الأراضي وإصلاح هذا الخلل، لأن ده جزء مهم من يعني منظومة الأمن الغذائي المصري اللي الدولة بتسعى فيها الحقيقة على مستويات ومحاور مختلفة. ده كان جزء مهم نتكلم فيه قبل ما نروح للمعلومات العامة في الجزء الثاني منها. والسؤال الثاني بيقول، بفكركم ان احنا فرق النقط بالنسبة لنا يعني درجتين، 17 درجة للفتح و15 درجة في الروضة، فرق نقطتين. السؤال القادم هو سؤال حاسم، وممكن يتحسم ان فرقة ما تعرفش الاجابة يروح للفرقة التانية، هنشوف في سيناريوهات مختلفة للسؤال الاخير ده. السؤال لمدرسة الفتح بيقول، يتمثل العنصر الإعجازي في مشروع قناة السويس الجديدة في دقة التصميم، عمق المجرى، عنصر الزمن، الطاقة الاستيعابية. الوقت بدأ. أنت.
ان هم عملها في المصنع يعني وقصدك ده تصميم استخدم وسيله مساعده استخدام وسيله مساعده انت متبقي معاك كده الفريق الاحتياطي احنا بدلنا سؤال وبدلنا لاعب ويتبقى الفريق الاحتياطي الوقت خلص زمايلنا هنا عنصر الزمن مهند زمايلكوا في الاحتياطي بيقولوا عنصر الزمن هتاخد الاجابه دي ولا لا ايوه طيب ده راي الفريق الاحتياطي انتوا قبل ما تسالوهم كنتوا شاكين في ايه ومحتارين في ايه مهند هو كنا شاكين برضه في عنصر الزمن بالمناسبة السؤال ده هيحسم المسابقة استنفذنا الوقت وسألنا الفريق الاحتياطي واستخدمنا الوسائل المساعدة التانية أنا برضو حاسة المرة دي إن أحمد له رأي تاني أنا قلت دقة التصميم بس هم يعني أقنعوني اللي هي عنصر الزمن والاحتياطي برضو متأكدين أكيد اللي هم قالوا لنا عنصر الزمن أنت الوحيد اللي كنت بتقول دقة التصميم ولا في حد تاني معاك في الفريق؟ لا إبراهيم طب إبراهيم إحنا استعنا بيه في مرحلة المعلومات العامة ودخل في الفاصل كيعني وسيلة من وسائل المساعدة على اعتبار إن إبراهيم عنده معرفة كبيرة بالمعلومات العامة عايز أعرف إبراهيم كان بيفكر في إيه؟ أعتقد إن هي عنصر الزمن ويعني ومعظمنا اتفق على كده أنا بس مهتمة نفهم كواليس النقاش اللي داير ما بينكم إن هي من احتمال يعني تكون الطاقة الاستيعابية طيب حلو وجميل جدا الكلام يعني احنا عندنا ثلاث آراء جوه الفريق في حد قال دقة التصميم وفي حد اللي هو أحمد وفي إبراهيم بيقول الزمن وفي حد كمان قال الطاقة الاستيعابية انت كنت بتقول الطاقة الاستيعابية؟ ايوه محمد انت مبتسم قوي مبتسم هل انت حس الإجابة اللي قالوها غلط؟ لا لا إجابة صح إجابة صح. إجابة صح يعني معنى كده إن هم ياخدوا العشر نقط ويكسبوا أيوة فأنت مبسوط لا أنا استريحت استريحت من التوتر هي بالفعل إجابة صحيحة ومعنا 27 درجة هنا ولسه في سؤال مع محمد ونشوف السؤال في المعلومات العامة لفريق الروضة بيقول إيه؟ السؤال يا محمد بيقول في إطار خطة الدولة لزيادة مصادر الطاقة تم تنمية وتطوير حقول الأصيل والكرم بمحافظة عندك أربع اختيارات الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر ولا شمال سيناء 30 ثانية الإجابة والوقت بدأ تبديل السؤال تبديل السؤال ولسه الابتسامة مستمرة طبعاً قبل ما نروح للسؤال البديل هنشوف فريق الفتح كان عندهم إجابة على السؤال ده ولا لا ما عندناش هنا في ابتسامة وهنا في رغبة ان الماتش يخلص بأي طريقة لا ما عندناش إجابة مش كده يا مهند نفسك الماتش يخلص دلوقتي صح انا حاسة ان كان في ضغط كبير قوي على مهند صح انت حاسس بالضغط من اول ماتش ارتحت شوية ولا لا عادي يعني طيب مهند ومحمد قصاد بعض هنشوف السؤال البديل بيقول ايه بس بعد ما نعرف الإجابة عن السؤال السؤال بيتكلم عن خطة الدولة لزيادة مصادر الطاقة اللي خلت يكون في تنمية وتطوير لحقول الأصيل والكرم ده كان في أنهي محافظة الحقيقة الإجابة بتقودني الفكرة مهمة جدا إن إحنا بنشوف في المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة في الفترة الأخيرة تركيز على فكرة مهمة جدا وهي فكرة تنويع واستغلال كل الموارد وتنويع واستغلال كل الإمكانات يعني مثلا محافظة زي الوادي الجديد مشهورة بالتمور هل نكتفي بالقدر دوت؟ هل نركز على التمور وننسى أي طاقات تانية موجودة أو أي إمكانيات تانية موجودة في المحافظة ويمكن استغلالها؟ بالعكس اللي تم في محافظة الوادي الجديد بيدل على إنه في رغبة وفي رؤية وفي تخطيط واستراتيجية محكمة لتنمية كل الموارد والإمكانات الموجودة في المحافظة والدليل إن اتعمل خطة لاستهداف 115 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا
وده يقول لنا انه زياده مصادر الطاقه بتسير جنبا الى جنب مع بقيه المشاريع اللي حصلت في الوادي الجديد، ودي كانت الاجابه الصحيحه للسؤال اللي ما عرفهوش مدرسه الروضه. نروح للسؤال البديل لمدرسه الروضه، والسؤال بيقول من هو اول شعب استخدم ساعه اليد؟ هل هو الشعب اليوناني، هل هو الشعب الايطالي، ام هو الشعب البريطاني، او الشعب المصري؟ 30 ثانيه الاجابه، تفضل يا محمد. بيقول الشعب البريطاني. يلا السؤال ده ب10 درجات. فريق مدرسه الروضه قرروا ياخدوا الامور ببساطه جدا. الشعب البريطاني ان شاء الله. الشعب البريطاني. طيب معلش قبل ما اقول لك هي صح ولا غلط، كده جت معاك كده ولا علاء قال؟ علاء برضو. نحييهم. الاجابه للسؤال ده هي اجابه صحيحه، وكده وصلنا للنتيجة النهائية. فريق مدرسة الروضة معاهم 25 درجة بالعشر درجات في السؤال الأخير، وفريق مدرسة الفتح معاهم 27 درجة. فرق النقط نقطتين بس بين الفرقتين. الفريق الفايز هو فريق مدرسة الفتح في محافظة الفيوم، لكن لازم نحيي فريق مدرسة الروضة في مطروح على الروح الجميلة دي. عودتونا بصراحة من أول المسابقة على أخلاق وأدب وروح جميلة وإجابات منظمة وتعاون بين الفريق، ويعني الحقيقة هو ده المطلوب وهو ده النموذج. وشفتكم في كل ماتش الفرقة اللي انتوا بتغلبوها تروحوا تهنوها قبل أي حاجة، وتروحوا تسلموا عليهم بالإيد، وتروحوا تطبطبوا عليهم وتشدوا من أزرهم وتشجعوهم. كنت مستنية أشوف هتعملوا إيه دلوقتي لما اتحطيتوا في الموقف الآخر، وبرضو أبهرتوني مرة تانية. الله يخليك. الله يخليك. بكده وصلنا لنهاية الماتش. مدرسة الفتح بمحافظة الفيوم هي واحدة من الفرقتين اللي هتلعب في الماتش النهائي. نشوفكم في الحلقة القادمة.